السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدين جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج. برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هتكلم النهاردة معاكم عن معلومات مهمة عن تربية الماعز والبط في المنزل. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة. احنا نقدر نربي ماعز وبط في المنزل على سطح المنزل بالشكل اللي احنا شايفينه. انا بربي الماعز على السطح من زمان، حوالي اكتر من 15-20 سنة. الماعز هواية جميلة جدا ان انت تربيها على سطح البيت لان سهلة تربيتها. اهم حاجة الاكل بالنسبة لها يكون موجود، والاكل لازم يكون انت بتزرع وعندك ارض ان انت تزرع، لان انت لو مش هتزرع هتكون بتكلف تكاليف عالية، لان انت هتشتري كل حاجة، وخاصة اللي هو الاعلاف بتكون دلوقتي سعر عالي. فاحنا بنعوض ده ان احنا مثلا بنزرع الارض بالذرة، نزرع الارض باي حاجة بنزرعها، بيكون فيه حشائش وبيكون فيه نباتات بنجيبها ان احنا بنغذي بيها الماعز، اللي هي تعتبر المادة المالئة زي البرسيم وزي اللي هو الحشائش المختلفة والذرة والاوراق المختلفة من النباتات بنجيبها بنأكلها للماعز، بالاضافة للذرة اللي احنا بنزرعها وبنجيبها ان الماعز تتغذى عليها هي والبط. في فترة الشتاء بنهتم جدا برضو بالأغذية او العلفة بالنسبة للماعز في فصل الشتاء، وده بيكون عشان فصل الشتاء الساعة فيه عالية وبيكون برودة بتأثر على الماعز، فعشان ما يحصلش وفيات. وبرضو بالنسبة للأكل لازم يتغذوا تغذية جيدة في فصل الشتاء، ويكون موفرين لهم مية عبارة عن اللي هو الجردل ده بيكون فيه مية، وبنأكلهم وموجود المية، وننظف السطح بكل أسبوع مرة على الأقل. بعد كده بنهتم بقى بحاجة تمام، بنهتم بصحة الماعز من خلال التغذية على أكتر من حاجة. يعني كل ما بتاكل خضرة وبتاكل أعلاف ناشفة أو زي مثلا الذرة وكده بيكون حالتها جيدة والمكان واسع والأشعة الشمس موجودة في المكان، فديت بيكون حاجة كويسة بالنسبة للماعز. الحمل بالنسبة للماعز 5 شهور، يعني من أقل الفترات الحمل في الحيوانات اللي هو الماعز 5 شهور وبتولد الماعز، وتكون عبارة عن الأغلبية توائم. يعني بيكون مثلا المعزة ديت مخلفة اللي هو المعزة الصغيرة وده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد الإشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.